السلام عليكم أعزائي المشاهدين، حياكم الله بقناتنا وقناتكم قناة المالفاكتوري. اليوم معنا المربي والهاوي فهد البلوشي. حياك الله أخوي فهد. الله يحييك. شو أخبارك؟ والله بخير إن شاء الله. طيب الله مشكور على استضافتك لنا يا أخوي ودعمك لنا. الله يرحم والديك حبيبي. الله يسلمك. أخونا فهد مختص فئة الكلاب كرمكم الله، اللي هو الأمريكان بولي. كلمنا عن الأنواع اللي عندك أخوي فهد. والله الأنواع اللي عندي، عندي الباكت وعندي الإكزوتيك والمايكرو. طبعا الباكيت هو فئه من فئات الخمسه. في عندك اكس ال، عندك الاكستريم، عندك الستاندر، عندك الكلاسيك، وعندك الباكيت. الباكيت اللي هو حجم الباكيت اللي هو القصير يصير. ايوه ايه؟ القصير مو قصير وايد. هذا قصير وايد طلع المايكرو. حجم الباكيت اللي هو حجم السطل. اها هم يسمونه حجم الباكيت. اها وهذا وكلمنا عن مواصفاته اللي هو الباكت. ما شاء الله قاعد تشوفك مختص بالباكت، والثاني اللي قلت لي عنه الاكزوتيك والمايكرو. طبعا الباكت حاله حال الباجي، بس انه يتميز انه بقصره. زين. طبعا الكلب اللي يميزه ما تقدر تحدد شو اللي يميزه كثر ما تقدر انه يكون خالي من العيوب. فيعني وشنو العيوب؟ العيوب يكون مثلا هاي رير اللي هو من ورا يكون مرتفع. يعني صوب ظهره وكذي مرتفع. اها هو يعني لا ستاندر نقول. ايوه هو ستاندر يعني. أيه. كل ما كان نظيف كل ما كان افضل، يكون يعني شكله مرتب، ما يكون اني نازل واني صاعد كذي، ما تكون مثلا ايده مبطله كذي ولا مبطله شذي. تكون سيده. اوكي صدره مفتوح بس انه شنو يكون سيده، يكون ذراعه سيده ذيل كامل. شنو بعد؟ سيزر بايت العضه. ما تكون تحت اندر بايت ولا فوق. شنو قصدك فيها الاندر بايت واللي العضه؟ يعني عضه يعني الكلب اللي تكون مسكره، الفك يكون متماسك عدل. أيوه بالضبط عليك نور. اها فهذه اكثر شيء من العيوب. اخوي فهد كلمنا عن اللاينات او اللاين اللي الحين دائما الناس يقول لك انا عندي لاين وانا عندي لاين. كلمنا عن هاللاين، شلون يصير هاللاين؟ طبعا اللاين يبلش من انتاجك. انت لازم يكون عندك انتاج طقهم على بعض. يعني انتاج مثلا ناثية من انتاجك على فحل من انتاجك. اللي يطلع منهم هذا لاين. سواء كان يعني اكزوتيك ولا اي كان. اي فئة من انتاجك على انتاجك، او من انتاجك مثلا ترد على الام او على الابو. فالموضوع هو لازم يكون شيء من انتاجك وتبلش يعني انتاجك. هذه انتاجك هني يبلش لاينك. وانت ما شاء الله ايش كثر صار لك كم سنه قلنا ان انت تربيهم؟ والله شوف انا كنت مبلش يعني من زمان، بس من بالبتبول عرفت؟ ما كنت اعرف شيء اسمه بولي، كنت اشوفها طبعا بالنت و حاصله يعني ماني قادر. هو البولي احنا من زمان كنا نشوفه عبالنا بتبول مجسم احنا نقولها كذي. لانه هو اساسا من ايه؟ البتبول طالع. ايه البريد جديد. أه. ما صار له يعني اكثر من 30 سنه. ما صار له اكثر من 30 سنه؟ لا من 30 سنة. من التسعينات اتوقع، التسعينات اخر الثمانينات هني بلش. بلش من شنو؟ من البتبول. طبعا في ناس تقول داخلين كلب على كلب على كلب، لا هو عادي من كلب لكلب، بس انها تدري البتبول اشكال وايد ما شاء الله. اي فانت تختار شنو اللي تبي توصله. يعني مثلا ابي كلب في عظم على كلب قصير، او كلب مثلا معضل على كلب خلينا نقول راس عود. فكذي يعني تصير من سنه لسنه لما توصل. والبريد ما زال يعني قاعد يتطور وقاعد يتفرع اكثر من فرع. اها ما شاء الله. وانت مسكت لمتى اللي هو بلشت باللاينات؟ نقول صار عندك لاين يعني ان انت خذيتهم هذول بروفيشنال. متى صرت بروفيشنال؟ انا تقريبا من اخر 2012 بدايه 2013 خذيت لي فحل، وعاد خذيت لي ناثيه من هني وناثيه من هني، وهم الشباب يعني كل واحد قاعد ويجيب له فحل ولا يجيب له ناثية، فنتعاون يا بعض. كل واحد يسوي له لاين. يعني مثلا تلقى عنده الفحل ماله ينتج منه لاين وشكل غير. بس لما هي علي انا مثلا انا لازم تتهندسها. انت شنو انت بتوصله؟ مثلا تبي كلب قصير، تبي كلب عظم، تبي انت عاد تدور النواقص اللي عندك بالافحل او العكس. او العكس. زين وهل يختلف يعني يعني نقول احنا النثيه تسحب اكثر ولا الفحل يسحب اكثر؟ لا والله ما في. هو ما كل يعني كل كائنات 50-50 50-50. اي فهم يقطوا لك، اذا قطت لك تسعه عاد تشوف ال 50-50 وين تروح. تابع بال
من داخل بالشكل تلقى مثلا هذا راسه نفس ابوه والجسم امه او العكس، تلقى واحد لا مخلوط عدل، مخلوط عدل اللي انت راسمها، وهذا يفرق بهالشيء. يعني ما تقدر انت تقول لما اطلع لي انا هالمواصفات هذه ما اقدر اقول انا خلاص بمسك على هاللاين. لا هو لان قلت لك هذا الامريكان بولي ما في ستايل وشكل معين. حلو عرفت يعني انت تلقى عندك لاين شكل غير، طبعا مو شكل يعني مختلف 100%، لا بس يعني عندك لا يعني بصمتك انت موجوده وانا عندي البصمه موجوده، ف ساعات بين فتره وفتره انت ما تقدر تمشي على لاينك، لازم تدخل شيء من برا. لازم انا ابي شكل من عندك ادخل على اللي عندي، ف من هنا تطور اللاين. طورت اللاين اي لازم انت تدخل كل فتره وفتره. انت قلت لي انت وصلت لي اللي هو الثالث. اي جنريشن الثالث. الجنريشن الثالث اي نعم. ووصلت لهذول يعني هم كم جيل انت مشيت عشان وصلت حق هذا اللي هو الثالث؟ يعني هل انت خذيت الانثاي بعدين الام والابو انتاجك يعني هذول احفادهم ونقول وصلوا بالثالث كذي هي تنقال بهالفئة تقريبا هي، بس انه شنو يعني انت لازم تبلش من شيء لازم تشتري يعني ما تقدر تاخذ لك كلب من الشارع. صح اكيد طبعا تركب. لازم تاخذ لك كلب من واحد من بريدر ولا اي كان تبلش من شيء. خذيت لي كلب وعاد ركبت على الشباب ربع كل واحد مثلا اي ما شاء الله بلشنا كذي عسى الله يبارك. وهل طريقه انتاجه شوي عسره نقول ولا عادي ولا؟ والله هي تقريبا تقدر تقول عسره لانه هو اساسا تختلف الاحجام يعني تلقى نثيه قصيره فحل كبير وتلقى وزنه وايد ضخم على الكلبه اذا بي يعني بيطيحها ولا اين كان عرفت؟ فهني تصير شوي موضوع ان الطبيعي ما تقدر له طبيعي ما تقدر لازم الصناعي تدخل اي بالصناعي. في بعضهم طبيعي اذا كان مثلا نفس الحجم ونفس الطول ونفس هذا. اخوي فهد تكلمنا عن الامراض اللي تحوش الكلاب اللي عندك وقلت لي ما شاء الله عندك عنها معلومات حلوه. طبعا اكثر الامراض اللي تحوش الكلاب الخطيره يعني اللي هو البارفو والدستمبر، هم تقريبا نفس الشيء بس البارفو هو اكثر شيء لان البارفو دائما الناس تسولف عنه انه جدا خطير يعني. اي نعم لانه هو اساسا يعني الفيروس ما يموت بسرعه يعني اذا مكانك فيه بارفو يبي له سنه او اكثر علشان انه يروح، الا اذا انت شنو عقمت مكانك. طبعا الكلوركس هو اللي يذبح ما في غير، لا ديتول ولا بط كلوركس وقس المكان كله كلوركس و كلوركس بس هذا هو الشيء الوحيد اللي يذبح الفيروس. وطبعا ما له علاج الفيروس. وقلت لي حتى انه ينقل باللمس. اي ينتقل باللمس يعني تلقى انت تتمشى بمكان ودس على البارو ما تدري بكل مكان لانه موجود عرفت؟ فجيت مكانك خلاص انتشر مكانك شلبي يعني نقول لهم ان الموضوع خطير يا جماعه يعني اللي مثلا اهل الكلاب يعني بتدش عند مكانك نظف غسل جوتيك عدل نقول عدل إيه. لو تبدل هدومك اصلا احسن لك وتغسل أكيد. وروح حق حلالك واستانس ياهم، لا تجي من برا وتدش كذي خاصه بكبد او بالسوق او بمحلات وايد صح. ناس يمكن تتجاهل نقول هالموضوع عدل الكلام إيه. وفي قلت لي بعد عندك بعد المرض الثاني هو مو مرض بس انه يعني نوع من انواع المرض اللي دائما يحوش الكلاب اللي هو القراد والقراد هذا يحوش من برا يعني اي القراد حشره تقعد اللي عاد انواع اها انت ما شاء الله عشان شي شفنا عندك المغسله والشامبوات اي لانه لازم اول باول يعني القراد هذا ممكن يسبب لك يعني تلقاه انت برا حشره بس انه ممكن يسبب لك امراض داخل اها لان هي تمص الدم وتحط سم وتبيض يعني لازم انت النظافه اول باول. ما شاء الله شفنا عندك هالمغسله وحتى استشوار يعني مهتم بهالامور حيل يعني ما شاء الله تبارك الرحمن. اي لان انت في ناس وايد تسبح كلابها نشفه فوطه وخلاص. زين انت كذي قاعد تخلي الكلب مبلل وقاعد يلقط وساخه اكثر. وهم يعني بسرعه يستبرد. خصوصا الحين الجو بارد. فلازم انت تسبحه وتنظف فوطه وهم بالاستشوار كلب يعني الا اذا كان مثلا برا انت هذا بحديقه ولا شيء اوكي ما في مشكله بس اذا انت تبي كنظافه لازم تنظفه باستشوار. اها وشاركت ببطولات وكذي؟ لا والله ما شاركت ببطولات ولا مفكر تشارك يعني ما شاء الله شفت عندك مستويات حلوه انا يمكن يعني اجهل بهالكلب وايد بس انه اخر الايام لا قمت اركز فيه لانه وايد حلو ما شاء الله. ويا جماعه ترى
وشكله يخرع ترى والله الجماعة والله جدا لطيف يعني ولا كنده يمك ما شاء الله تبارك الرحمن عسى الله يزيدهم ويكثرهم ما قصر فما ما فكرت انك تشارك وانك تطور يعني في ما شاء الله شباب شاركوا برا الكويت حتى اي صح اي بس لا انا والله شوف انا مو ماخذها منافسة لان ماخذها هي اول شيء هواية يعني هواية من وانا صغير خصوصا البريد هذا نفسه فيعني ما تفرق جاي انا منافسة ولا اي كان بس حق راسي يعني اخذ وانتج واشوف يعني انتاجي ساعات انتاجي يطلع عن اللاين فارد اصلحه هذا يعني شيء ما يعرف الا الهاوي ما يعرف الا الهاوي صح اي والله صح اي وبس بس وكا قول لنا كسؤال اخير كلمنا شنو تنصح الناس بتربية هالكلب هذا شنو تنصحهم فيه وتقول لهم شلون يراعونه والله شوفوا الكلب يعني في ناس وايد ما تعرفه اساسا يعني الكلب هذا جديد يعني في ناس تشوفه تقول هذا بيتبول عرفت انا ما الومهم والله انا معلومات خصوصا البريد جديد عرفت بس انه في تطور الموضوع هذا يعني قبل 5 سنين قول مثلا كانوا اللي عندهم 5 أو 6 بعد الحين يمكن وصلوا 12 13 والناس يعني قاعد تعرفه من التجمعات من النت من التصاوير لان الكلب يعني نفس ما شفت انه كلب شي شكله كنا موسايكو ورزه وهذا فيشوفونه مثلا بافلام يشوفونه بالفيديو كليب اغاني ما اغاني شكليا هو يخرع بس انه هو من داخل ما في هم اساسا يعني البريد هذا تخصصوا بموضوع شيء انه يطلعون الحراره من الكلب فالكلب هذا بالعكس وايد ناس تربيه بالبيت داخل عند عيالها عند بالحديقة بالبيت تبي حق حراسة تبي حق كل شيء كل شيء بس إنه هو شكليا خرة بس من داخل كلب حيل لعوب دائما شيء تشوفه مشتاط يبي يلعب يبي يستانس فهذه أكثر ميزة فيه اللي أنا تعجبني ومراعاته ما تحتاج وايد بس إنه أهم شيء إن الأكل يكون يعني أو الكلب ضخم فلازم تعطيه الأكل المناسب مناسب وأهم الكمية المناسبة لا يكون مشحم ولا يكون ضعيف فالدايت هو أهم شيء حق الشعر حق المفاصل حق الانتاج حتى حق اليراوة اللي داخل البطن أهم شيء تغذية حق الأم مو مثلا أنا الحين كلبتي حامل بس أبي أغذي وخلاص لا لازم هي تكون متغذية عدل بعدين تركبها وبس هذه بس عسى الله يبارك لك مشكور على استضافتك لنا مرة ثانية والله يرحم والديك على هالمعلومات الحلوة حاضر تحت امرك حبيب وان شاء الله بنمرك الايام الجاية وبنشوفك واصل للاين العاشر ان شاء الله باذن الله باذن الله المكان مكانكم حياكم الله ما قصرت الله يرحم والديك اعزائي المشاهدين اتمنى ان كفينا ووفينا وياكم وان شاء الله بنلتقيكم بحلقات اخرى السلام عليكم